جميع المشاهد في هذا البرنامج تمت بموافقة المشاركين بهدف تعزيز ثقافة العطاء بين أبناء المجتمع. وشكراً لجميع فاعلي الخير الذين ساهموا في هذا البرنامج. وسط زحمة الحياة بتلقانا في كل مكان، نتبع أحلامك البعيدة ونقترب من قصصك الملهمة، ولحظة ما نلقاك بتبدأ رحلة الأحلام وبنقول لك تم. فريق العمل تواصل مع شخصية اليوم واتفقوا معاهم على حضور مقابلة في مركز الاستشارات. ناصر؟ نعم. تفضلي. وين؟ حياك. بأي مكتب؟ عند الشوشة. وين؟ أم ناصر أم متقاعدة تعرضت لنقلة كبيرة في حياتها بشكل مفاجئ، خلتها مضطرة لتحمل مسؤولية بيتها بالكامل، بالإضافة لتحمل أعباء ديون كبيرة ما لها علاقة فيها، إلى أن وصل الوضع أنها تتفاجأ بعرض منزلها للبيع في المزاد العلني، وصارت معرضة لخسارة منزلها في أي لحظة لأسباب خارجة عن إرادتها. طبعاً أم ناصر من يوم هي صغيرة كانت مرة قد المسؤولية، يعني كنا إحنا الأخوان والخوات اللي أصغر منها كانت تقوم بدور الأم. إن أنا أول ما بديت حياتي كنت حبيت أبني لي شقة في بيت الوالد علشان إني أخطب وأتزوج، فهي أم ناصر أخذت قرض وساعدتني. أم ناصر، شنو اللي شايل همه في حياتك؟ حياتي بخير الحمد لله، يعني قبل المشكلة اللي الحين صارت ما كان في حياتي أي مشكلة، كنت مرتاحة وأشتغل والحمد لله رب العالمين، عندي خير من الله عز وجل، عايشة ويا عيالي وزوجي في حياة حلوة، لكن الحمد لله على كل حال اللي صار الحمد لله. مشكلة رهن بيتكم متى صارت؟ ما عرفت إن مرهون إلا مع أول جلسة في المزاد العلن. أم ناصر، نبي نشوف ابتسامتك، إحنا عندنا هدية بسيطة لك. ناصر، نعم. احنا نعرف ان عيالك كل شيء بالنسبه لك. كل حياتي، كل حياتي، اتخيل حياتي بدونهم ولا اتخيل نفسي بدونهم ولا ان ابهدلهم.
أنا أشوفه متروس ليه؟ لا تشيلين هم يا مناصر. شنو ما شيل هم وبيتهم بيروح؟ شنو؟ وأعيش العمر كله أدفع في البيت بدفع، مو مهم إيش كثر أدفع، المهم إني أشوف عيالي في بيتهم اللي تربوا فيه واللي عاشوا فيه. الله يخليكم حق بعض إن شاء الله، وهذه هدية بسيطة لهم. مشكور عليك، كلكم خير، تستاهلون أكثر. الله يخلي لكم عيالكم يا رب، ويسر أموركم يا كريم. كلمة دم تعطي الأمل. أم ناصر؟ نعم. شنو هي مشكلة البيت؟ اللي عرفته في ديسمبر 2017 جتني رسالة أو دعوة حطوها على باب البيت، إن البيت يمكن يعني من قبل شفي إجراءات، أنا ما أدري بهذه الإجراءات، إن هذه الورقة تقول إن البيت بينباع في المزاد العلني بتاريخ 21/12. شلون وليش أنا ما أدري. اكتشفت إن بالفعل ترى البيت مرهون، وكانت الجلسة خلاص يعني بعد يومين، تاريخ 4/3 يوم زواج ولدي، كان في جلسة للبيع ثانية، وكان إحساسي مزدوج بين حزن عميق وفرح كبير جدا. يوم ثاني 4/3 صارت الجلسة، والحمد لله الحمد لله إن ما نباع، ما في مزايدين. أم ناصر، شلون تقدرين تحلين مشكلة البيت؟ أي طريقة في الحلال، أي طريقة في الحلال. إذا ممكن أنا أقدر أن ينتظروني، بس أبغي مهلة ينتظروني قدام سنة بس، ليه شهر 3/2019 أخلص قرضي الثاني وأنا مستعدة، المبلغ اللي يقولونه والمتبقي من المعاش خلي حق البيت. لا تحاطين يا مناصر. يا رب. نقول لك تم، هذه تكلفة واحد من القروض اللي عليك. أم ناصر، أنت امرأة عظيمة. الحمد لله رب العالمين، بركة الله عز وجل. واجهتي مشكلة بروحك وما كنتي سببها. الحمد لله، كل امتحان من الله عز وجل. وإحنا اليوم ما نبيك ترجعين إلا والمشكلة منحلة إن شاء الله. شلون بنحلها؟ تستاهلين يا أم ناصر، في فاعل خير تكفل بقرضك الثاني بالكامل. الحمد لله رب العالمين، إن هذه الأرض الطيبة فيها أهل، أهل الخير، أهل الرحمة، ناس ما تبغي تشوف دمعة في وجهها تنزل من عيون أي أحد. الله يجازيكم كل خير يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. أم ناصر. نعم. إحنا ما نبي نشوف دمعة في عيونك. الله لا يراويكم سوء إن شاء الله يا رب. نبي نشوف ابتسامتك. الله لا يراويكم سوريا، وإن شاء الله تطمنينا أنك دفعت القروض إن شاء الله، وإن شاء الله البيت يرجع لك يا رب. مشكورين، ويعطيكم ألف ألف عافية. مشكورة، ومع السلامة. تفاجأت إن في صوت يناديني، بس من وين جاي هذا الصوت أنا ما أدري. بعدين لما اكتشفت كلمة تم، يعني ذاكرتي رجعتني إلى رمضان، شهر رمضان اللي فات،
اني شفت كذي شيء اسمه تم في احد برامج تلفزيون البحرين. ما في شيء صعب عند الله عز وجل، يعني انفتح باب ما كنت اتوقعه ابدا ابدا. شعوري كان صعب، صعب جدا ان انا يعني اوصف شلون كنت، يعني ما اقدر للحين ما اقدر اوصف هذا الشعور. هذه الحلقه هي رساله، بالفعل رساله توصل لاي انسان عنده مشكلة، عنده ضيق، عنده أي شيء يعني مو مخلينا مرتاح في هذه الحياة، يعطي أمل. هذه بحد ذاتها الحلقة رسالة، وأبغيها توصل. ليش ما توصل؟ خلي الناس تفرح وتحس إن الأمل موجود دائما. أم ناصر مرأة عظيمة بصرارها وكفاحها، لما انفرضت عليها الظروف الصعبة سعت لحل مشكلتها وخذت بالأسباب وما يأست، ولكل مجتهد نصيب، وبإذن الله بتقدر تملك بيتها من جديد وتضمن مستقبلها ومستقبل عيالها. عطاك من عطى ربك لأحبابك ومن حبك، وشمس الهم تغربك تشرق شمس اسمها تم. وفيك الطيب يا الطيب، وفيك الحب يا حبيب، نبي نشوفك ولا تغيب ولا تهتم. عشان الخير يحوينا بننشر حب حوالينا، ونبني المجد ويبنينا، وكل الناس تتبسم.